معنا النهاردة صديقة جميلة من ذوي الإرادة. بداية بتر في أحد الساقين بسبب إصابتها بالكانسر. صديقتنا الجميلة عاشت فترة صعبة في حياتها بسبب إصابتها بالسرطان. خضعت صديقتنا الجميلة لمراحل علاجية كتير، وفي الآخر قرروا الأطباء بتر أحد الساقين عشان ترجع للحياة بساق واحد. وبساق صناعية بتخرج صديقتنا الجميلة للحياة مرة أخرى.